نازل للبحر أشكيل وأسرار عذابي دار البحر موجو دليل ودارب مصابي نازل للبحر أشكيل وأسرار عذابي دار البحر موجو دليل ودارب مصابي يا بحر يا غدار اشفق على حالي رملك حرقني بنار موجك مطفاني. وزاد من حدة تلك السيول جدار الضم والتوسع العنصري الذي بنته سلطات الاحتلال في جسد الضفة الغربية. ففي بلدة قفين شمال طول كرم أدت مياه الأمطار التي تدفقت من منطقة جنين على البلدة يوم أمس إلى غمر أكثر من 170 منزلا في البلدة دون أن يسجل إصابات في صفوف المواطنين. وأفادت مصادر محلية في قفين بأن ارتفاع منسوب مياه السيول زاد على متر ونصف ما أدى إلى دمار كبير في الممتلكات في حين صعدت العائلات إلى أسطح المنازل حرصا على حياتها من الغرق. لمزيد من المتابعة معنا رئيس بلدية قفين سعيد الهرشي على الخط الهاتفي. مرحبا بك سيد الهرشي في أجيال. مرحبا بكم. أرجو أن تعطينا صورة عن الوضع في قفين بعد ما حدث البارحة. اللي حصل انه في حوالي الساعة 8:15 تم قطع التيار الكهربائي حيث تم قطع كوابل الضغط العالي مما ادى الى انقطاع تيار الكهرباء عن بلدة قفين والقرى المجاورة. وعلى اثر ذلك تم السيطرة حيث تم اعادة التيار الكهربائي الى البلدة حوالي الساعة 12:00 ظهرا. في تمام الساعة 10:00 فوجئت البلدة بفيضانات عارمة من كلا الجانبين بعرض حوالي 70 متر وبعمق يصل إلى متر ونص من المياه الآتي من منطقة جنين حيث داهمت بعض المنازل قدرت بحوالي 180 منزل ودخلت المياه. وتم الاتصال بالدفاع المدني وقد حضرت قوات الدفاع المدني على الفور وقاموا بإجلاء المواطنين وذلك باستخدام الجرارات الزراعية والبواجر والسيارات الشحن. بعد ذلك انتهت الأزمة وتم السيطرة على الموقف وتأمين حياة المواطنين حوالي الساعة 3:00 والحمد لله لا توجد خسائر بالأرواح وهناك بعض الخسائر في البنية التحتية والمنازل والمناطق الزراعية. وأين ذهبت العائلات التي تم إجلاؤها؟ في البداية صعدت إلى أسطح المنازل وبعد ذلك وكما تعرف أن بلدة قفين هم أقارب حيث قاموا باللجوء إلى أقاربهم وأصحابهم يعني. وهل هناك تقديرات بحجم الخسائر التي لحقت ببلدتكم قفين؟ قمنا على الفور بتشكيل لجنة وحاليا توجد لجنة من محافظة طول كرم من المحافظة ووزارة الزراعة ووزارة الأشغال والآن نقوم بإعداد تقارير حيث هناك خسائر عشرات أو مئات ألوف الدولارات. أشكرك جزيل شكر رئيس بلدية قفين سعيد الهرشي. الله يسلمك شكرا لكم.